طيب خلينا بقى نكمل مع حضراتكم ونستكمل اخبار النادي الاهلي. معانا اخبار زي ما كنت بقول انا وكريم كتير حلوه خاصه بالنادي الاهلي. نبدا بكمان شركه الاهلي لكره القدم اللي اعلنت عن اطلاق واداره اول منتج للتفاعل الرقمي بالتعاون مع شركه جرانتا، وهي واحده من كبرى الشركات في المجال بنتكلم الرقمي. زي ما كان كابتن محمود الخطيب قال قبل كده وقال في كلمته كمان ان النادي الاهلي وشركاته بتبدا مرحله جديده لمواجهه التحديات الصعبه بسبب طبعا الازمه الاقتصاديه اللي بتعاني منها كل المؤسسات العالميه، وانه كان لابد من ايجاد افكار تسويقيه غير يعني تقليديه لزياده المعدلات الماليه للنادي او العائدات الماليه للنادي، فده امر اعتقد في غايه الاحترام. كمان كابتن الخطيب كان بيراهن على جماهير النادي الاهلي يعني الوفيه في فكره دعم ومسانده المشروع ده عشان يحقق كل الاهداف. كمان خليني اقول لحضراتكم، اضاف كمان المهندس عدلي القيعي رئيس شركه الاهلي كره القدم، هو قال كده تحديدا، قال ان التجربه دي بتقدم لاول مره في المنطقة من خلال أو بتقدم لأول مرة في المنطقة من خلال الرؤية التسويقية للشركة، وبتهدف كمان للتواصل مع جماهير الأهلي بأول منتج للتفاعل الرقمي من خلاله. كمان هيستطيع كل فرد إن هو يعبر عن حبه وعشقه للنادي الأهلي. بالتوفيق طبعا للنادي الأهلي وكل الأفكار الجديدة والرائعة اللي احنا بيفاجئنا بيها، وهنشرح لحضراتكم أكتر الموضوع ده إزاي وهيتم إزاي أكيد خلال الفقرات والأيام كمان اللي جاية.